هناك في الفضاء غير المتناهي المليء بالنجوم تنانين كاسلون للعناصر الخمسة ومحاربو التنانين يحرسون السلام في الكون. عندما بدأ بلوتو الذي يريد حكم الجميع معركة ضارية معهم تصادمت قوى العدالة والشر وتصارع محاربو التنين لينتصروا أخيراً. إلا أن بلوتو هذا لم يقبل الهزيمة بل أحضر الخراب إلى الكوكب. لم تتمكن حجارة الهيكل ومحاربو التنين من محاربة التبعثر في الكون الواسع واقتربت الأزمة الجديدة. عودة بلوتو. أين؟ أيها الغبي، لقد أضعت الرئيس. أنا؟ إنه محاربو كاسلون. كفى كلاما، ابدأ البحث. هيا أسرع، لابد أن الرئيس مسجون في هذا الحي. أعرف، لكننا نبحث منذ 40 عاما. خذي وقتك. انظري انظري، هذه النجمة القاتمة حيث سجن الرئيس 40 عاما. اسمعيني جيدا، هيا لنذهب. الكبير الذي لا يقهر، التنين بلوتو. سيدي انتظر، سنحاول إخراجك. لما تهرب؟ لا يمكننا الاستسلام بهذه السهولة. هل لديك فكرة أخرى؟ ما هو هذا؟ أجل! أنا حر، أنا حر. أيها الحاكم، سأجدك أينما تكون. حجارة الهيكل الخمسة، هل هي موجودة؟ عندما تكبر سوف تعلم ذلك. لا جدي، أخبرني الآن، هيا. انظر ما الذي يفعلونه. إلى ما لدي وأخبريني ما رأيك. هذه خدعتك الوحيدة أن تخيفنا. إنها طائرة اخترعناها ستساعد على صد الأعداء.
سعيد، أبعدها عني. إذا هل هزمت يا علا؟ أبعدها عني يا سعيد، أبعدها عني. وماذا إن لم أرد إبعادها عنك؟ يا للهول، ما هذا الآن؟ لابد أنه اختراع سعيد الجديد. ماذا؟ جدي، تعال وكن الحكم. سعيد يسيء استخدام الأسلحة ويخيفنا بالحشرات. هذا اختراع الجديد، يجب أن نعوض ليث. هدوء، ماذا يجب أن نفعل في هذه الحالة؟ سهل، يجب أن يخترع سعيد المزيد من الأسلحة المخبأة ما دام ماهرا في ذلك. وعلا، تتقنين الكونغ فو وتخافين من الأسلحة؟ إذن يجب أن تجدي فرصا دائمة لسعيد ليخترع أشياء جديدة. ليث! يا لها من فكرة. لا نحتاج لأفكارك السيئة. عفوا عن هذا. هناك خطو ما، توقف. ما الأمر جدي؟ لكن هل تمكن من الهروب؟ أيها الحاكم، سأجدك أينما تكون. إنه صوت بشع للغاية. نحن سنحميك يا جدي، لا علي. يجب ألا تحموني أنا، بل احموا تنانين كاسل للعناصر الخمسة. أتقصد تنانين كاسل الخمسة على بلوتو؟ صحيح. تعالوا إلى الغرفة الخفية. أخيرا بإمكاني دخولها. مالالا، كيف حصلت عليها؟ إنها رائعة إلى درجة أنها أخرجتني من السجن. سيدي، أتذكر ماذا حدث منذ 40 عاما؟ طبعا، إنها أشياء لن أنساها. أيها الحاكم، الموت لك. ليس في حياتك. فلتندمج العناصر الخمسة ولتبحر تنانين كسر في الفضاء. بها أنها ستساعدك على الخروج. علي الحصول على الحجارة الخمسة. سيدي، لقد تم تحطيم الحجارة الخمسة. ألا تظن أنني أعرف؟ سيدي، ربما تعني التنانين الخمسة. التنانين الخمسة هي حجارة الهيكل. من يمتلكها يمتلك المحيط. ماذا لو لم تطعك؟ إذن دمروها. أجل، ستجعل الجميع طوع أمرك. بالتأكيد، لكن أين سنجدها؟ أين تختبئ؟ يا أولاد، أظهرت الإشارة أن بلوتو هرب من زنزانته. إنه يبحث عن حجارة الهيكل. ربما لا يعرف أنها أصبحت تنانين كاسلون. عليكم أن تجدوها قبل أن يجدها بلوتو. لكن أين هي تنانين كاسلون جدي؟ أحدها هنا، هيا بنا. إنه المكان الذي ينعزل فيه. إنه يستعيد طاقته. أرني، يا للعجب، أمر لا يصدق. تحولت إلى حجارة؟ لا، سبق وتحطمت حجارة الهيكل. الآن إنها معزولة في أماكن مختلفة، فيما عدا ذهبي تنين كاسلون هذا. تشتتت الأربعة الأخرى في الكون. هل
تنام إلى كواكب أخرى جدي؟ وكيف؟ لدي التجهيزات المناسبة لكم، عليكم فقط. سعيد. أنا لم أقصد ذلك جدي. يا للهول. جدي لا تقلق، أنا سأصلحها. فات الأوان، اخترق شعاع الضوء الفضاء. أنا آسف فعلا. ابتعد. ماذا تفعلان أنتما الآن؟ أبحث عن التنانين. إذن ماذا عن هذه التي هنا؟ قهوة. ولكن ألا تظن أنني أعرف أنها قهوة؟ يا لك من أخرق. انظر، ما هذا الذي يحدث هناك؟ هذا غريب، ألا تعرفين أنها قهوة؟ لا سيدي، انظر، هناك شعاع ضوء ذهبي. ماذا؟ إذن لقد عادت إليها وظائفها. كسل لن أدعك تهرب مني. أجل. أيها الحاكم، أنا قادم. في هذه الحياة.